السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده عرض نمره 2 من شركه شمس لخدمات الكمبيوتر. كل يوم يا جماعه في عروض جديده من شركه شمس لخدمات الكمبيوتر، واللي ما يعجبوش عرض النهارده ممكن يشوف عروض بكره، واللي ما يعجبوش عروض بكره يشوف بعد بكره، وربنا يستر. النهارده بنتكلم في عرض جديد خالص من شركه شمس لخدمات الكمبيوتر، الدل البريزيشن 3500. الدل البريزيشن 3500 جهاز غني عن التعريف، وطبعا معروف الجهاز ده ايه في شغله وفي مواصفاته وفي دنيته. جهاز طبعا الترا سليم، اجهزه الترا سليم الترا سليم. المواصفات بتاعته الكور اي 7 الجيل العاشر، العاشر 750 اتش، برامات 16 جيجا دي رام 4، هارد 512 ان في مي، كارت الشاشه بتاعه العملاق الانفيديا التي 1000 بيبقى 4 جيجا دي رام 6 وبيقلى مع الرامات زي ما انتم عارفين. اجهزه طبعا 15 و6، اجهزه الترا سليم، اجهزه غنيه عن التعريف، غنيه عن التعريف. طبعا شاشه فول اتش دي اي بي اس ان شاء الله. طبعا الجهاز زيرو بمعنى كلمه زيرو. طبعا شواحن هنا تايب سي، ودي المخارج بتاعته، شواحن كلها تايب سي والسماعات تايب سي. اجهزه حديثه غنيه عن التعريف، وجيل عاشر مش محتاج كلام كتير. وطبعا السعر عرض خاص من شركه شمس لخدمات الكمبيوتر. طبعا الجهاز بيبقى معاه الشاحن الاوريجينال تايب سي يا جماعه، الاوريجينال بتاعه. وطبعا عرض خاص من شركه شمس لخدمات الكمبيوتر، واسعارنا كلها على العام يا جماعه عشان ما حدش يبقى زعلان. 26000 جنيه لفتره محدوده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده عرض نمره 2 من شركه شمس لخدمات الكمبيوتر. كل يوم عندنا عروض جديده يا جماعه، وكل يوم بننزل عرض جديد على الصفحه ان شاء الله. النهارده بنتكلم في اجهزه ديل الاكس بي اس ال 9550، ديل الاكس بي اس ال 9550 اجهزه استيراد فرز اول بحاله الزيرو. المواصفات بتاعتها الكور اي 7 الجيل السادس 6700 اتش كيو، برامات 16 جيجا دي رام 4، هارد 256 اس اس دي ام 2. طبعا الشاشه يا جماعه 4K، شاشه تاتش سكرين 4K. فيها كارت شاشه الجي تي اكس 960 بيبقى 2 جيجا دي رام 5 وبيقلى مع الرامات زي ما انتم عارفين. اجهزه طبعا بتشغل اعلى البرامج، بتشغل اعلى الجيمزات. اجهزه اكس بي اس غنيه عن التعريف، اجهزه استيراد فرز اول بحاله الزيرو زي ما انتم شايفين. طبعا شاشه تاتش، اجهزه الترا سليم غنيه عن التعريف، والاكس بي اس غنيه طبعا عن التعريف. الاجهزه استيراد فرز اول بحاله الزيرو زي ما انتم شايفين، وسعر عرض خاص من شركه شمس لخدمات الكمبيوتر 15000 جنيه لفتره محدوده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. النهارده عرض جديد من شركه شمس لخدمات الكمبيوتر. اجهزه جيمنج استيراد فرز اول بحاله الزيرو. الدل الانسبايرون ال 7559 يعني 7559. الجيمنج اجهزه استيراد فرز اول بحاله الزيرو زي ما انتم شايفين. ده جهاز جيمنج يا جماعه. المواصفات بتاعته الكور اي 7 الجيل السادس 6700 اتش كيو، برامات 16 جيجا دي رام 4، هارد 256 اس اس دي، كارت الفيجا بتاعه يبقى جي تي اكس 960 ام بيبقى 4 جيجا دي رام 5 وبيقلى مع الرامات زي ما انتم عارفين. اجهزه طبعا 15 و6، فول كيبورد، كيبورد مضيئه، اجهزه حاله زيرو زي ما انتم شايفين. العرض الثاني من شركه شمس لخدمات الكمبيوتر على الدل برضو جيمنج، الدل الانسبايرون ال 5570. الدل الانسبايرون 5570 الكور اي 7 الجيل السابع ال 7700 اتش كيو، برضه برامات 16 جيجا دي رام 4، هارد 256 اس اس دي، كارت الفيجا بتاعه العملاق الجي تي اكس ال 1050 بيبقى 4 جيجا وبيعلى برضه مع الرامات زي ما انتم عارفين. برضه شاشه 15 و6، فول كيبورد، كيبورد مضيئه زي ما انتم شايفين. اجهزه استيراد فرز اول بحاله الزيرو زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعه الجهزه حاله الزيرو زي ما انتم شايفين كده بالظبط. الاجهزه طبعا استيراد فرز اول فرز اول. وطبعا السعر عرض خاص من شركه شمس لخدمات الكمبيوتر الجيل السادس ال 6700 اتش كيو، سعره 15000 جنيه، والجيل السابع اللي بجي تي اكس ال 1050 سعره 16000 ونص لفتره محدوده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.